اليوم عدنا إلى جدارة، اليوم عدنا إلى أرض الحضارات، إلى أرض الثقافة، إلى أرض الفلسفة. عدنا إلى جدارة أم قيس، جدارة عروس الديكابوليس في أقصى شمال غرب الأردن، لننقل لكم هذه المشاهد الحصرية لبانوراما بلاد الشام. في هذه المنطقة التي تشاهدونها يمكن مشاهدة حدود 4 دول، وهي كل من فلسطين التاريخية حيث يظهر جبل الطابور ومدينة الناصرة، مدينة البشارة، ثم هذا منطقة الجليل الأعلى، ويظهر في منطقة الجليل الأعلى مدينة الطبرية التي سنتحدث عنها لاحقا، ويظهر في الأفق جبل الجرمق وهو أعلى قمة في فلسطين، وفي الأفق البعيد تظهر مدينة صفد، المدينة العربية في أقصى شمال فلسطين، ثم يظهر إصبع الجليل، وفي الجهة المقابلة يظهر عندنا تلة العباد وقلعة شقيف ومزارع شبعة وتلك فرشوبة وجبل الشيخ في جنوب لبنان. أما هنا فتظهر هضبة الجولان السورية المحتلة، ويظهر هنا وادي اليرموك الذي يوجد فيه حمى الأردنية والحمى السورية، ومن هنا هذا النهر الذي شهد معركة اليرموك الخالدة. لنعود إلى البحيرة، بحيرة طبرية، هذه البحيرة التي تتغذى من مياه نهر الأردن الأعلى القادم من جبل الشيخ حرمون، لتختزن حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه وتخرج إلى نهر الأردن. هنا الجمال، هنا الحضارة، هنا الثقافة، هنا التاريخ، هنا يمتزج التاريخ بالجغرافيا، هنا يمتزج الماضي بالحاضر لتكون لوحة بانورامية ليس لها نظير في الكون. هذه دعوة لكم لزيارة هذه المنطقة الرائعة والتمتع بجمال المناظر الطبيعية الأخاذة التي ليس لها مثيل في العالم.